الانتحاء المائي. الانتحاء المائي ده اللي هو النبات، جذور النبات ممكن تنمو في اتجاه مصدر الماء. يعني لو في مثلا أشجار تنمو على مجرى مائي، يبدأ ان هو يوجه الجذور في اتجاه مصدر المية، مش بعيدا عن اتجاه المية، فبيحدث انتحاء للجذور نحو مصدر الماء. كذلك برضو النباتات المعرضة او الاوراق المعرضة للإجهاد المائي برضو تنمو في اتجاه، بحيث ان هي تقلل تعرض سطح الاوراق للهواء، او تقلل تعرض سطح الاوراق للشمس، فتقلل من عملية فقد الماء، فده بيحدث اسمه انتحاء مائي. برضو لو في مصدر للمية برضو متوفر، ممكن يتنمو في اتجاه مصدر الماء. الانتحاء المائي بيحدث عن طريق خلايا حركية تسميها خلايا بالونية، وهذه الخلايا البالونية عندما تفقد الماء يحدث عملية تحرك للأوراق أو انتحاء لهذه الأوراق. الانتحاء المائي بيحدث طبعا زي ما قلنا بصورة كبيرة جدا في الجذور، ليه؟ لأن هي بتميل إلى أن هي تنمو في اتجاه مصدر الماء زي ما هو موجود هنا في الصورة. لو مصدر الماء في هذا الاتجاه، يبدأ أن هو ينمو الجذور هي أو أفرع الجذرية كلها تنمو إلى اتجاه مصدر الماء، فيما يعرف به الانتحاء المائي. الانتحاء الضوئي. الانتحاء الضوئي هو عبارة عن ظاهرة معينة بتحدث للنبات، وهذه الظاهرة هي اللي أدت إلى اكتشاف الهرمونات النباتية من نوع الأوكسينات، وتلتها بقية أنواع الهرمونات المختلفة. هي ظاهرة بتعرف على أن هي ميل النبات إلى الاتجاه نحو الضوء، أو النمو في اتجاه مصدر الضوء. يعني لو في نبات موجود بجوار النافذة، هيبدأ ينمو في اتجاه الضوء. العلماء لاحظوا هذه الملحوظة، من ضمنهم داروين وعديد من العلماء لاحظوا ان الضوء والجاذبية الارضية بيسببوا عملية انحناء او انتحاء للمجموع الخضري والجذور، وده بسبب منبه معين نتج من القمة النامية بتاعت النبات وانتقل الى بقية اجزاء النبات الاخرى، فاثرت وسببت حدوث الانتحاء الضوئي. هم لاحظوا الظاهرة وبدأوا يبحثوا عن الميكانيزم او الميكانيكية التي تحدث هذه الظاهرة. الانتحاء الضوئي دائما بينشأ من القمة الطرفية للمجموع الخضري، اللي هو مركز تكوين زي ما ذكرنا منظمات النمو او على الاخص الاوكسينات، وتبدأ تنتقل الى بقية اجزاء النبات، فتحدث عملية الانتحاء الضوئي كما سنصفها بعد ذلك. الضوء الازرق طبعا هما مش كل الأطياف الضوئية بتؤثر على النبات وتحدث عملية الانتحاء، لا، وجد العلماء ان الضوء الأزرق اللي هو أكثرهم فعالية، أكثر الأطوال الموجية فعالية في إحداث عملية الانتحاء عن مكونات الضوء الأخرى. يعني الضوء عبارة عن حزمة الضوء اللي هي جاية من الشمس دي، فيها ألوان مختلفة من الإضاءة، من ضمنها الضوء الأزرق هو اللي بيؤثر بالفعل، نتيجة طبعا فلتر وجربوا كل أنواع الأطوال الموجية وشاهدوا أي هذه الأطوال الموجية مؤثر في إحداث عملية الانتحاء الضوئي، وجدوا أن الضوء الأزرق هو الذي يؤثر في إحداث عملية الانتحاء. كذلك شدة الضوء نفسها بتأثر بشكل أو آخر، بحيث أن هي تحدد شدة الانتحاء. يعني لو النبات معرض لضوء من جانبين أحدهما أشد من الآخر، إضاءة شدة الإضاءة أقوى من شدة الإضاءة في الجانب الآخر، فالنبات بطبيعته يبدأ أنه هو يميل إلى الاتجاه نحو مصدر الضوء الأقوى. لو الإضاءة بتجيله من جانب واحد، يبدأ أنه هو ينمو في اتجاه مصدر الضوء. آلية الانتحاء الضوئي، كيف يحدث الانتحاء الضوئي؟ الانتحاء الضوئي طبعا بيحدث نتيجة تعرض النبات لمحفز معين اللي هو ستيمولس كما ذكرنا، اللي هو مثلا الإضاءة جاله من جانب واحد، يبدأ ان هو نتيجة تعرضه للإضاءة من جانب واحد يبدأ يحدث تحلل او تكسير للأوكسينات او هجرة للأوكسينات الى الجانب الآخر، او يحدث تراكم للأوكسينات في الجانب البعيد عن الإضاءة، وبالتالي وجود الأوكسينات في الجانب اللي هو بعيد عن الإضاءة بيسبب عملية استطالة في الخلايا.
عن الجانب الآخر اللي فيه كمية أكسينات أقل، فيحدث انحناء نحو مصدر الضوء. أحد العلماء كولورني وينت وضع نظرية لتفسير الانتحاء الضوئي، وهذه النظرية بتشير إلى أن وجود التركيزات من الأكسينات موجودة في الجانب المظلل أو الجانب المظلم أو الجانب البعيد عن الضوء، تركيزات من الأكسينات أعلى بشكل كبير جدا عن الجانب المعرض للإضاءة، بحيث أنه بيحدث تثبيط للأكسينات أو تثبيط انتقالها القاعدي نتيجة تعرضها للضوء، مما يؤدي إلى عدم نشاط الأكسينات في الجانب المعرض للإضاءة. يعني هنا حسب نظرية كولودني وينت اللي بيحدث أني في الجانب اللي هو بعيد عن الإضاءة بيحدث تراكم للأكسينات، وفي الجانب الآخر هنا بيحدث تثبيط أو تكسير للأكسينات كما ذكرنا، وبالتالي بيحدث عدم تساوي في نمط الاستطالة في الخلايا على الجانبين، مما يسبب انحناء النبات وانتحائه نحو مصدر الضوء. الانتحاء الأرضي، الانتحاء الأرضي دائما بيحدث في الجذور، جذور النباتات. تعريفه هو عبارة عن استجابة جذور النباتات للجاذبية الأرضية. معروف النبات الجذور بتاعت النبات وظيفتها امتصاص الماء والأملاح من التربة، وبالتالي نموها دائما في اتجاه الجاذبية الأرضية. الانتحاء الأرضي استجابته أسرع من الانتحاء الضوئي، أو بتظهر أسرع من الانتحاء الضوئي، يعني بيظهر الانتحاء الأرضي خلال فترة من 30 إلى 60 دقيقة. يعني أنت خلال ساعة الجذور لو أنت وضعتها في وضع أفقي على طول تميل إلى النمو إلى الأسفل. دائما القمة النامية بتاعت هذه الجذور هي اللي بتبقى حساسة بشكل كبير جدا لحدوث الانتحاء الأرضي. لذلك إذا تم إزالة القمة النامية للجذور تفقد هذه الجذور حساسيتها تماما للجاذبية الأرضية، ولا تستطيع الاستجابة للجاذبية الأرضية، كأنما فقدت الموجه بتاعها. طبعا العلماء أثبتوا أن القلنسوة بتاعت الجذر هي منطقة الإدراك الحسي في الجذر. القلنسوة اللي هي غطاء الجذر اللي هي ليها دور الحماية للقمة النامية بتاعت الجذر من الاحتكاك بحبيبات التربة، هي عبارة عن منطقة الإدراك الحسي في الجذر، وبالتالي لو أزيلت القلنسوة الجذر هيفقد الحساسية للجاذبية الأرضية، والنمو بتاعه أو الاستطالة بتاعت الخلايا لن تتوقف، لكن الحساسية للجاذبية الأرضية ممكن أن هي تختفي. تفسير الانتحاء الأرضي طبقا لمنظمات النمو. طبعا الوظيفة للأكسينات في الجذر تختلف عن الساق، أو حساسية خلايا الجذور للأكسينات تختلف عن ما هي عليه في الجذور. الجذور أكثر حساسية بشكل كبير جدا للأكسينات، ولو زارت عن حدود معينة الحد الأمثل ممكن أن هي تعمل عملية تثبيط لخلايا الجذور. فدائما الكمية اللي هي بتنتج من السيقان وتصل إلى الجذور بيكون لها تأثير تثبيطي بالنسبة لخلايا الجذور في عملية الاستطالة. طيب في الجذور اللي هي موضوعة في شكل رأسي أو في وضع رأسي، يمكن هنا الرسم أفضل، لما تكون الجذور موضوعة في وضع رأسي بهذا الشكل إن هو بيحصل ريديستريبيوشن للأكسينات، يعني بتصل من القمة النامية أو من الأجزاء الهوائية إلى أن تصل إلى نهاية الجذر، ثم تعود أو يعاد توزيعها مرة أخرى. لو هي في وضع رأسي هيحدث إن هي يعني يكون معدل الاستطالة أو معدل التثبيط واحد، فنمو الجذور بيكون في نفس الاتجاه، لأن الاستطالة معدل الاستطالة على الجانبين هو نفس معدل الاستطالة. لكن لما تكون الجذور نامية في وضع أفقي بهذا الشكل، فعملية إعادة توزيع الأكسينات بتكون غير متماثلة، تتراكم الأكسينات في الجزء السفلي أو في النصف السفلي من الجذر عن الجزء العلوي. طيب تراكمها في الجزء السفلي بيزود تركيز الأكسينات، مما يسبب تثبيط لاستطالة الخلايا في الجذر في الجانب السفلي ده عن الجانب العلوي. الجانب العلوي بينمو بشكل طبيعي، فيسبب ده عدم انتظام الاستطالة في الخلايا أو نمو الخلايا على الجانبين، يسبب انحناء الجذر إلى الأسفل نحو الجاذبية الأرضية. ولو تغير وضعه بيتغير تبعا لذلك توزيع الأكسينات على الجانبين، وبالتالي بيحدث تغير لنمط الاستطالة أو نمط نمو الخلايا، وفي النهاية تتجه نحو الجاذبية الأرضية.
فلذلك في الجذور اللي هي الموضوعه في وضع راسي بيكون طبعا ايه الاكسينات بتتوزع بشكل متساوي، والتوزيع بتاعها يسبب نمو الجذور الى اسفل مباشره في اتجاه الجاذبيه الارضيه. لكن في الجذور اللي هي موضوعه افقيا بيحدث توزيع للاكسينات غير متساوي في منطقه الاستطاله، بحيث يكون التركيز عالي في الطبقه السفلى، الجزء الاسفل بيبقى ايه تركيز عالي ويحدث عنه تثبيط لاستطالة الخلايا، أما في الجزء العلوي فيكون أقل من التركيز المثالي، فبالتالي تستطيل الخلايا بالمعدل الطبيعي وتسبب انحناء الجذر إلى الأسفل. العملية بتحدث على طبعا مراحل، مما يسبب الإدراك الحسي بالجاذبية الأرضية ومن ثم الانتحاء الأرضي. النظريات الحديثة لتفسير الانتحاء الأرضي هي المحرك الأساسي ل عملية الانتحاء الأرضي، أو هي الموجه لحدوث الانتحاء الأرضي. لذلك إزالة هذه القلنسوة ممكن أنه يتسبب في عملية فقد الجذر لحساسيته نحو الجاذبية الأرضية. فالقسم اللي بيتلقى الجاذبية الأرضية في القلنسوة هو الكوليوميلا أو العميد. العميد ده غني بصانعات النشا، وهي عبارة عن عضيات محشوة بالنشا. هذه القلنسوة لما يتغير وضعها بالنسبة للجاذبية الأرضية، فصانعات النشا دي تبدأ أن هي تتحرك داخل العميد إلى أن تصل في مكان، طبعا خلال ثواني معدودة، إلى أن تصل وتترسح على امتداد الجذر نحو الجاذبية الأرضية في كل خلية، مما يجعل هذه الخلايا العليا تتمدد وينحني الجذر نحو الأسفل. فدي النظريات الحديثة أو النظرية الحديثة لتفسير الانتحاء الأرضي.